معنا من العاصمة الإماراتية أبو ظبي العميد خالد النسي الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد خالد، مساء الخير، أهلا وسهلا بك معنا. بدء عملية الفيصل في اليمن، هل يمكن أن تكون العملية الفاصلة في القضاء على أوكار القاعدة هناك؟ مساء النور. بالنسبة لعملية الفيصل، هو معروف أن حضرموت هي تخضع المنطقتين العسكريتين، المنطقة العسكرية الأولى اللي هي في صحراء سيئون، والمنطقة العسكرية الثانية اللي هي موجودة في الساحل في وقيادتها موجودة في مركز المحافظة في المكلا. أنا أتكلم أنه الآن بعد إن شاء الله يعني سيطرة على وادي المسيني، تعتبر الجغرافية المناطق الخاضعة المنطقة العسكرية الثانية في وقيادتها في المكلا، تعتبر يعني تحررت كاملا من الإرهاب. لكن بقي معنا المنطقة العسكرية الأولى اللي موجودة في صحراء سيئون، يعني ما زلنا نعرف انه ما زالت هناك ايضا تواجد الجماعه الارهابيه في الصحراء. الان العمليه هي الان مركزه يعني باتجاه الوادي المسيني اللي هو مثلا اخر معاقل الجماعه الارهابيه، ومنطقه جبليه ما بين شبوه وحضرموت. واحنا نعلم انه بعد تحرير المكلا بتنسيق مع قوات النخب الشبواني مع القوات الاماراتيه، في حين نعلم عندما تحررت المكلا انسحبت هذه المجاميع الارهابيه باتجاه وادي المسيني، هو منطقه جبليه ما بين المحافظتين يعني، ومطل ايضا على البحر العربي، ومثلا تستمد كثير من الدعم من الخارج. الان انه العمليه بتنسيق مع التحالف، واحنا تواصلت مع الاخ هشام الجابري وهو يعني الناطق الاعلامي للمنطقه العسكريه الثانيه، اكد انه الخطه موجوده وتم تامينها من قبل التحالف، وان شاء الله مع غد من الايام سوف يعلن عن تحرير كامل وادي المسيني واخر معاقل الجماعات الارهابيه في زي ما قلت في المنطقه العسكريه الثانيه. لكن بقي انه لابد من خطه اخرى لتحرير ما بقي في حضرموت، وهو باتجاه صحراء سيئون. نعم عميد فيصل، ضربات بهذا الحجم وبهذا التكتيك اللي ذكرته حضرتك، إلى أي مدى ستسرع من هزيمة الحوثيين إذن في اليمن؟ هم كل الجماعات الإرهابية هو تكمل بعضها، كنا في اليمن ونعرف طبيعة يعني التحالفات ما بين الجماعات الإرهابية أنه يعني كل يلعب دوره، ولكن في الأخير هم يعني من يديرهم جهات معينة واحدة وغرفة عمليات مشتركة لكل الجماعات الإرهابية. نعلم الكلام هذا، ولكن تتنوع الأدوار فقط. عندما تقضي انت على مثلا جزء من هذه الجماعات اكبر تاكيد بياثر على الجماعات الاخرى، ولكن يعني بحيث انه نكون اكثر واقعيه انه الحوثي يعني هناك اكثر من فرصه مؤكده، واحنا كنا جزء من ما يجي من الخارج، ولا كنا جزء من الارض ونعرف مدى قدرته، وخاصه بعد انتهاء شركته مع شركه السابق، انه الان اصبح بالامكان القضاء عليه. ولا نقولها من باب المبالغه، واحنا عارفين قدراته وعارفين قدرات المقاتلين الموجودين على الجبهه. نعم. ولكن يجب انه ايضا يعني نقول للمقصر انت مقصر، ونقول للذي يعني تحصل على دعم ولم يقوم بواجبه الصحيح، نقول له انت ايضا قصرت، ولكن كل المقومات موجوده ان نقضي على الحوثي، والان نقضي على ما تبقى من الجماعه الارهابيه وخاصه في البيضه والمكلا ومأرب. عميد خالد، من خلال متابعتكم، هل من سقف زمني متوقع لهذه العمليه؟ لا، بالنسبه للجماعات الارهابيه معروف انه مثلا جماعات مثلا قوات غير نظاميه، هي عباره عن جماعات ارهابيه توضع الكمائن، توضع مثلا تزرع العبوات النازفه عندها يعني من الشباب الذي تغسل دماغهم ويقوم بعمليه انتحاريه، وهذا متوقع ايضا. فقط انه بعض رده فعل ربما تكون بالجانب هذا، لكن فعليا انه لا يمكن انه مثلا يقاوموا اي مقاومه سواء قوات النخبه الشبوانيه او الحضرمي مثلا او يعني قوات الاتحاد اللي موجوده على الارض وتحارب هذه الجماعات، لا يمكن تكون عندها القدره للمواجهه. وانا اتوقع انه القوات اللي موجوده في وادي المسيني سوف تمشي حسب الخطه المتوقعه اللي وقع لها، لكن اتوقع انه تكون هناك ردات فعل بسيطه، وهذا العاده دائما هكذا انه يحطوا مثلا عبوه نازفه او مثلا عمليه انتحاريه او يتم تفخيخ عربات فقط. اما كتواجدهم انا اعتبر انه مع ان شاء الله مع قادم الايام سوف ينتهي تواجدهم جغرافيا في المنطقه العسكريه الثانيه. حدثنا من العاصمة الإماراتية أبوظبي العميد خالد النسي الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك.